بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي معكم الأستاذ جهاد الشامصي. اليوم إن شاء الله بنستكمل موضوع تمدد المواد بالحرارة، ونتكلم عن التمدد الحجمي من سلسلة دروس الوحدة الثالثة في منهاج الفيزياء للصف العاشر، وحدة الحرارة. فيما يتعلق بالتمدد الحجمي، نعرف أنه إذا سخن جسم على شكل صفيحة فأنه يحدث زيادة في الطول والعرض، أي بعدين طول والعرض، وبالتالي يحدث تمدد سطحي اللي هو بنقول عنها زيادة في المساحة. وبهذه الحالة بيكون معامل التمدد السطحي يساوي مثلي معامل التمدد الطولي. أما إذا كان الجسم له أبعاد ثلاث، يعني حجم معين طول وعرض وارتفاع، فإنه يحدث زيادة في حجم الجسم، وبالتالي يحدث تمدد حجمي، يحدث تمدد حجمي، ويكون معامل التمدد الحجمي يساوي ثلاثة أمثال معامل التمدد الطولي. ملاحظة حكيناها الحصة السابقة إنه التمدد الطولي والسطحي والحجمي يحدث فقط في المواد الصلبة، بينما المواد السوائل والغازات يحدث لها تمدد حجمي فقط، تمدد حجمي فقط. التمدد الحجمي تعريفه هو الزيادة في حجم الجسم، ويعتمد على ثلاث عوامل: حجم الجسم الأصلي، الزيادة في درجة الحرارة أو التغير في درجة الحرارة، ونوع المادي. ونوع المادي هنا بنحكي عنها بمعامل التمدد الحجمي. نربط الثلاث عوامل بهذا القانون اللي هو بيقول حا 2 ناقص حا 1 يساوي ميم حا ضرب حا 1 ضرب دال 2 ناقص دال 1، أو بقدر أقول دلتا حا تساوي معامل التمدد الحجمي ضرب الحجم الأصلي ضرب دلتا دال، الزيادة في الحجم، الزيادة في الحجم. دلتا حا اللي هي الزيادة في الحجم، حا 2 اللي هي الحجم عند درجة الحرارة العليا، حا 1 الحجم عند درجة الحرارة الدنيا، معامل التمدد الحجمي ميم حا، حا 1 الحجم الأصلي، دال 2 درجة الحرارة العليا، ودال 1 درجة الحرارة الدنيا. ممكن نعرف معامل التمدد الحجمي بأنه مقدار الزيادة التي تطرأ على وحدة الحجوم من السائل عندما ترتفع درجة الحرارة درجة سلسيوس واحدة. معامل التمدد الحجمي هو عبارة عن مقدار الزيادة التي تطرأ على وحدة الحجوم من السائل عندما ترتفع درجة الحرارة درجة سلسيوس واحدة. طبعا أنا بتكلم عن التمدد الحجمي للسوائل. نشوف معنا في الكتاب مثال 5 اللي بتكلم عن التمدد الحجمي. نشوف المثال ونشوف كيف نتعامل مع المثال ونحاول نحل المثال بشكل مبسط. المثال بيقول كالتالي: أسطوانة من الألمنيوم مملوءة تماما بزيت التربنتين في درجة حرارة 10 درجة سلسيوس، كان حجم الزيت فيها 2 لتر، سخنت إلى درجة 60 درجة سلسيوس، احسب حجم الزيت المنسكب بإهمال الزيادة في حجم الأسطوانة. طبعا هنا لما بنسخن الأسطوانة وجواتها الزيت تلقائيا راح يزيد حجم الزيت وحجم الأسطوانة، لكن هو هنا بحكي لك في السؤال اهمل الزيادة في حجم الأسطوانة وتعامل على أنه فقط حجم الزيت هو اللي زاد. القانون عندنا مثل ما كتبناه: دلتا حا زيادة في الحجم يساوي معامل التمدد الحجمي ضرب الحجم الأصلي ضرب التغير في درجة الحرارة. دلتا حا اللي هي زيادة في حجم بدنا إياها، معامل التمدد الحجمي لزيت التربنتين اللي معطينا إياها من السؤال، وهي 9 ضرب 10 قوة سالب 4 1 لكل درجة سلسيوس اللي هو وحدة قياس معامل التمدد الحجمي، ضرب الحجم الأصلي عندي 2 لتر، ضرب التغير في درجة الحرارة كانت 10 صارت 60، إذن 60 ناقص 10. ومنها بنحسب دلتا حا عبارة عن 9 ضرب 2 ضرب 50 ضرب 10 قوة سالب 4، بيطلع معانا الجواب 9 ضرب 2 ضرب 50 900 ضرب 10 قوة سالب 4. شو الوحدة؟ لتر. شو الوحدة؟ لتر. طبعا نقدر نكتب هذا الرقم، حرك الفاصلة أربع خطوات لليسار، 9% لتر. هذه الزيادة في حجم زيت التمنتين لما رفعنا درجة حرارته من 10 إلى 60 درجة مئوية. هذا فيما يتعلق بدرس تمدد الحجم للسوائل. ومن التطبيقات على التمدد الحجمي للسوائل ما يعرف بموازين الحرارة. إن شاء الله الدرس القادم راح نتكلم عن موازين الحرارة. أنا بحاول ما تكونش مدة الفيديو طويلة عشان يقدر الطالب يستفيد منه قدر
الإمكان. يعطيكم العافية.